السلام عليكم. يا سلام على العيل الكبير، على القطبان وبولفاف. انا شخصيا كنموت على بولفاف، مع شويه ديال الكامون في خبيز سخون ديال الدار، ومع شويه ديال اتاي من نعناع نعام سيدي. عارفه كاين فيكم اللي غادي يقول لي اش داك الشيء عيد؟ ياك انتي مسيحيه واش بغيتي بالعيد الكبير؟ في الحقيقه غادي نقول لكم عندكم الحق، ولكن العيد الكبير ما بقاش غير عباده وسنه عند المسلمين، ولكن ولا مظهر من مظاهر الاحتفال وصلة الرحم والزرده والفرحه عند كاع المغاربه. كنعرف ان اصل العيد الكبير في الاسلام جا من قصه سيدنا ابراهيم مع ولده، وكيفاش ربي يطلب منه يقدموا ليه ذبيحه باش الله يشوف واش ابونا ابراهيم غادي يعز ولده على الله ولا لا. وفعلا ابونا ابراهيم نجح في الامتحان وكان شويه وغادي يذبح ولده، لولا ان الله جاب ليه حاولي في بلاصته باش يتذبح عوض ولده. وهذا الشيء علاش المسلمين ولاو كيذبحوا كتذكار لهاد الواقعه. وحنا المغاربه فينا اللي لاباس عليه واللي على قد الحال، المهم ان كل مغربي مسلم اللي عنده واللي ما عندوش كيذبح واش نشط مع وليداته وحبابه. العيد الكبير هو نهار ديال الزرده، النهار اللي فيه العائله كتجمع مع بعضياتها، والدراري الصغار فرحانين بالحاولي، والشباب فراس الحومه كيمضيو الماس ويوجدوا البلاصه ديال الشويان الريوس، والعيالات كيوجدوا القوام والحلوه وبزاف الحوايج باش يحتفلوا ويفرحوا. ولانني كبرت في وسط هذا الشيء كامل، ولا عندي طبيعي نحتفل مع اخوتي المسلمين بالفرحه والزرده واخا ما كندبحوش. وعلى ذكر ما كندبحوش، بغيت نقول اننا حنا المسيحيين ما عندناش عيد الاضحى، واخا واقعه ابونا ابراهيم موجوده في الكتاب المقدس ديالنا حيصطرات قبل ما يجي سيدنا المسيح، وكل العبادات اللي كانت كدار قبل ما يجي ما بقاتش ضروريه من بعد ما جاء المسيح، لان المسيح جاء على اساس انه يكون هو الاضحيه، هو الذبيحه باش يفدي نفوسنا حنا من الموت. يعني جاء باش يقدم راسه ويهز علينا عقاب الموت اللي ورثناه من ابونا ادم. وهذا الشيء علاش ما محتاجيش نذبحوا من الناحيه الدينيه، ولكن ممكن نمشيو عند عائلاتنا وحبابنا ونشاركوا معاهم الفرحه والزرده. بعض المسيحيين كيكون عليهم ضغط كبير، كيشريو اللحم، كيضطروا يشريو اللحم لوليداتهم، والبعض كيذبح باش يفرح وليداته. هذوك خاصهم يكونوا واضحين مع راسهم ومع وليداتهم واش غير كيحتفلوا بالزرده ولا كيعتبروها شي حاجه دينيه. وإلا كانوا كيظنوا انها شي حاجه دينيه بالتالي راهم ما فصلوش راسهم من الاسلام. حنا في دارنا كنا ما كندبحوش نهار العيد، وكنعقل ملي كنت صغيره على واحد جارتنا الله يرحمها، جات نهار العيد وجابت لماما واحد الجيكو ديال الحاولي وقالت ليها هذا باش الدراري يفرحوا ويعيدوا حتى هما. ماما حسات بحرج كبير، وحيت كتبغي جارتها وكتحترمها ما بغاتش تردو في وجهها. قبلاته من عندها وما رداتوش، لان الحقيقه ماشي هي اننا ما عندناش فلوس باش نشريو العيد، ولكن المساله هي مساله مبدا، وحنا كعائله مسيحيه اختارين اننا ما نذبحوش حوالي نهار العيد. وهذا القرار في الحقيقه كان صعيب، وخصوصا على والدينا ملي كنا صغار. كانت ماما ديما خاصها تفسر لنا علاش ما غاديش نذبحوا، علاش ما عندناش حتى حنا حوالي بحالنا بحال كاع الناس. وحيت كانوا والدينا حكماء وفاهمين اننا كنا باغيين حوالي غير باش نلعبوا ونفرحوا حتى حنايا، كانوا كيشريو حاولي ولا بقره سواء مده قبل من العيد ولا من بعد العيد، المهم غير باش نذبحوا حتى حنايا ونشويو ونششطوا. وباش نتفاداو الاحراج اللي كان كيكون عندنا مع الجيران من اللي قرب العيد، كنا اما كنسافروا ولا ما قدرناش الوالد كان كيشري اللحام والدواره واللوازم باش حتى حنا نديروا التشنشيط. اللي بغيت نقول لك اليوم انني كمسيحيه مغربيه عشت كل هاد التناقضات في حياتي، حاولت نلقى التوازن بين مسيحيتي وما بين المجتمع ديالي بلا ما نضطر نتنازل على ايماني واخلاصي بايماني، وفي نفس الوقت بلا ما نعزل نفسي على المجتمع ديالي. الامر ما كانش سهل، وكنعتبر ان الوالدين ديالي هما اللي كانوا ابطال في هاد المواقف، كانوا ابطال باش يبقاو صامدين على مواقفهم وفي نفس الوقت بلا ما يعزلونا من مجتمعنا. وهذا الشيء علاش خلينا منهم القوه باش نقولوا لا ما كندبحوش نهار العيد، ولكن كنفرحوا ونشطوا مع العائله والجيران والحباب. انا مسيحيه ومغربيه حتى الموت.